حجازية العينين مكية الحشا، عراقية الأطراف ضمية الكفل، تهامية الأبدان عبسية اللمى، خزاعية الأسنان درية القبل. وقلت لها أي القبائل تنسبي؟ لعلي بين الناس في الشعر كي أسل. فقالت أنا كندية عربية، فقلت لها حاشا وكلا وهل وبل. فقالت أنا رومية عجمية، فقلت لها وارخيز بيا خوش من قزل. فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي الشواعل بالشعل. فقبلتها 99 قبلة وواحدة أيضا، وكنت على عجل وعانقتها حتى تقطع عقدها، وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل، كأن فصوص الطوق لما تناثرت ضياء مصابيح تطايرنا عن شعل. وآخر قولي مثل ما قلت أولا، لمن طلل بين الجدية والجبل. امضغ القيس.